أيضا للمزيد ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد أبو بدوية، وهو أستاذ القانون الدولي. أرحب بك دكتور رائد معنا على شاشة القاهرة الإخبارية، مع كل الحيثيات ومحاولة لتفنيد الكثير من الوقائع فيما يتعلق بهذه المحكمة، وبانتظار صدور هذا القرار العاجل الذي رفعته دولة جنوب أفريقيا. ماذا يعني لإسرائيل اليوم أن تمثل في هذه المحكمة، وأن تترقب وأن تنتظر وأن تستعد وأن تذهب بتصريحات وأن تقدم الكثير من الأدلة؟ مرحبا إليك ومرحبا لمستمعينك. واضح أنه ذهاب إسرائيل إلى المحكمة وانتداب قاضي إسرائيلي والذهاب في إجراء المرافعات الشفوية والكتابية أمام المحكمة هي ملزمة قانونية أن تفعل ذلك، خاصة أنه إسرائيل هي يعني عضو في اتفاقية جريمة أو منع جريمة الإبادة الجماعية، فمن الناحية القانونية هي ملزمة. هذا بعكس محكمة الجنايات مثلا اللي أصلا إسرائيل مش عضو في اتفاق روما وأمور أخرى وأجهزة أخرى من الأمم المتحدة. هنا إسرائيل تلتزم لأنه تعرف تماما أنه هي ملزمة قانونيا أن تمتثل، ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل ستمتثل للقرار الناتج عن المحكمة، لأنه هناك يعني كثير تصريحات إسرائيلية حول عدم نية إسرائيلية في الامتثال لأي قرار محكمة يأمرها بوقف عمليات العسكرية في قطاع غزة. هلأ ليش مهتمة إسرائيل كثير في هذا الموضوع؟ هي مهتمة مش للقرار نفسه كقرار قانوني، إنما تهتم وتتخوف من تداعيات هذا القرار على صعيد الدولي، تداعياته على الكيان الإسرائيلي، سواء تداعيات سياسية أو تداعيات دبلوماسية أو تداعيات اقتصادية وعسكرية وما إلى ذلك. لأنه صدور هذا القرار هذا يعني في أنه كثير من دول العالم وخاصة الدول الأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة على الصعيد الثنائي وعلى الصعيد الجماعي، على الصعيد الثنائي كثير من هذه الدول ستقطع علاقاتها، ممكن أن تحد علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي على الصعيد العسكري على الصعيد الاقتصادي وما إلى ذلك، وعلى الصعيد الجمعي أيضا مؤسسات الأمم المتحدة الجمعية العامة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة هي ملزمة أيضا من ناحية قانونية أن لا تتعاطى مع دولة متهمة في جريمة الإبادة. عدم التعاطي مع هذه الدولة هذا يعني من الحد من العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والسياسية مع هذا الكيان. هذا ما تتخوف منه إسرائيل من أي قرار متوقع من محكمة العدل. ولكن بعيدا عن تبعات هذا القرار القانوني، سواء كان للمنظمات والهيئات أو لبعض من الدول، مدى فعلا أن يكون له انعكاس على أرض الواقع؟ هو بحق يمكن أن يكون له هذا الشكل من الانعكاس على العديد من الدول والعديد من المنظمات والهيئات دكتور رائد؟ هذا معتمد على قديش الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الصديقة للقضية الفلسطينية رح تفعل وتعمل حراك دبلوماسي من أجل محاصرة هذا الكيان على كل الأصعدة. ولكن من الناحية القانونية ذاتها إسرائيل لا أتوقع أنها تلتزم، رغم أن هذا القرار ملزم من الناحية القانونية لإسرائيل. إسرائيل أعلنت أنها مش راح تلتزم، حتى لو صدر، لو كنا متفائلين وصدر قرار من مجلس الأمن لاحق بأنه يطلبها بالالتزام حسب الميثاق، لازم جنوب أفريقيا تتوجه لمجلس الأمن إذا رفضت إسرائيل ومجلس الأمن يصدر قرار. هلا ممكن يواجه الفيتو الأمريكي وممكن لا، ولكن في أفضل الحالات حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل في تنفيذ حكم المحكمة، أنا لا أتوقع أن إسرائيل ستمتثل لتنفيذ قرار لا المحكمة ولا مجلس الأمن، وهذه مش أول سابق على الكيان الإسرائيلي. هناك قرار مجلس أمن من 242 في 67 عندما طالبها بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة وغزة، وحتى اللحظة إسرائيل تمتنع عن تنفيذه. وبالتالي طب رافعة القرار يا دكتور، رافعة الدعوة، من قامت برفع هذه الدعوة ومواجهة إسرائيل اليوم في المحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية، وأنا أتحدث عن دولة جنوب أفريقيا ومؤكد أنه ليس لوحدها، هل متوقع خطوات ربما مرتقبة؟ هل هنالك ما يمكن أن يوحي بأن جنوب أفريقيا يمكن أن تكون ماضية في لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي وزير خارجية جنوب أفريقيا؟ هل يمكن أن يتم حلحلة ربما على مستوى دبلوماسي أو سياسي كما يشار بتدوير بعض من الزوايا؟ لا، الحلحلة مستحيل، لأنه يعني هذا قرار إذا صدر في وقف العمليات العسكرية يا إما ينفذ أو لا ينفذ.
مش بس تدابير عسكرية للعلم، جنوب أفريقيا طلبت على رأس الطلبات اللي طلبتها بشكل مستعجل وقف العمليات العسكرية، السماح لعودة المهجرين الداخلين في قطاع غزة، والسماح لدخول احتياجاتهم الأساسية. صحيح. فيا إما ينفذ لا أو لا ينفذ. جنوب أفريقيا معها فرصة بأنه حسب ميثاق الأمم المتحدة إذا رفضت إسرائيل ابتداء أن تنفذ هذا القرار معها فرصة تروح لمجلس الأمن. هلا في حالة أمريكا أنا بتوقع وهذا توقعي يعني كل الظروف تقول وكل في كثير عوامل تشجعني أن أقول ممكن أمريكا تمرر هذا القرار على فكرة لا في مجلس الأمن. هلأ حتى لو مررته للأسف الشديد بحكي أنه هذا الإسرائيلي مش راح يلتزمه، لأنه التزامهم بي يعني أنه أقروا في وجود إبادي وهم ينكروا ذلك. طيب. وعدم الالتزام به هو يسبب أزمة دولية، وعلى القليل يعني جنوب أفريقيا ستتحرك لاحقا دبلوماسيا مع كل دول العالم ودول المناصرة للقضية الفلسطينية من أجل محاصرة هذا القرار حتى تخضع إسرائيل لتنفيذ هذا القرار أو تخضع بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. أشكرك جزيل الشكر الدكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي، كنت معنا مباشرة من نابلس.